أعزائي، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. اليوم الأربعاء 19 من يناير لعام 2022، وحلقة جديدة من برنامجكم سعادتك في صحتك مع دكتور ناجي. عنوان الحلقة: إن وباء متحور الأوميكرون هو وباء غير متلقي اللقاحات. وعليه نتكلم على أهمية اللقاحات والرد على أشهر 10 شائعات حول اللقاحات، وهنتكلم على تنبيهات عامة. وقبل أن أبدأ أحب بس أقول أكرر أن لقاحات الكوفيد 19 كانت هي الأسرع في التاريخ، لأنه في أقل من سنة بقى عندنا يعني مجموعة كبيرة جدا من اللقاحات. أسرع لقاح قبل كده كان زي ما قلنا بنكرر لقاح التهاب الغدة النكافية اللي هو المامبس، وده خد العالم 4 سنين عشان يطلعوه. والنقطة الثانية إن اللقاحات في العالم عمرها 225 سنة لأنها بدأت سنة 1796، وكان أول لقاح هو لقاح الجدري السمول بوكس. وعندنا النهاردة أكثر من 30 لقاح، وبسبب هذه اللقاحات وإنجازات أخرى في الطب كالمضادات الحيوية وغيرها، في آخر 100 سنة تضاعف عمر الإنسان 2 مرات. ده يبين أهمية اللقاحات. وفي حالة الكوفيد 19 بقول إن اللقاحات أنقذت، ومن فضلك ركز معايا، حياة عشرات الملايين، مش الملايين، عشرات الملايين. احنا حتى يومنا هذا بلغ نسبة الوفاة 5.5 مليون تقريبا، حالة وفاة مسجلة. كان من الممكن ان تكون عشرات الملايين لولا هذا الانجاز العلمي الغير مسبوق. وبرضو بحب اقول ان حتى يومنا هذا تلقى في كم جرعة لقاح اتخذت في العالم؟ حوالي 10 بليون جرعة. في كم دولة؟ في 184 دولة. في اليوم الواحد بيتم إعطاء في المتوسط 38 مليون جرعة في اليوم الواحد. طبعا هذا ما بيخلينيش أنسى أن في عدم عدالة في توزيع اللقاحات، فإن نسبة تلقي اللقاحات في الدول الأكثر ثراء بتبلغ في بعض الأحيان 10 مرات الدول الأكثر فقرا. دي الحاجة الوحيدة، المأخذ اللي مش لذيذ ومش لطيف بخصوص اللقاحات. هبتدي بقى الحلقة بتاعتنا ونتكلم في 4 نقاط كعادتنا بنحب النظام. النقطة الأولى، أنا عاوز أقارن مقارنة سريعة بين 3 لقاحات الأمريكية اللي هو الفايزر والمودرنا وجونسون أند جونسون. أولا، فايزر هو اللقاح الوحيد اللي مسموح ياخده الأطفال 5 سنوات وما هو أكثر، بينما اللقاحين التانيين مودرنا وجونسون جونسون بياخدها البالغين 18 سنة فيما هو أكثر. احنا في اللقاحات عندنا في يعني لقاحات مبدئية primary، وفي عندي جرعة تحفيزية. فعاوزين نشوف في فايزر البرايمري بيتكون من جرعتين، وده زي معظم اللقاحات ما بينهم 3 أسابيع. في موديرنا بيتكون برضو من جرعتين ما بينهم 4 أسابيع، وبسبب ان هم 4 أسابيع مش 3، وبسبب ان جرعة الموديرنا اكثر قليلا من جرعة فايزر، بيقولوا ان لقاح موديرنا اكثر فاعلية بنسبة ضئيلة جدا عن فايزر. ده للناس اللي تحب تعرف. جونسون جونسون بيتاخد جرعة واحدة فقط. طيب انا بعتبر روحي ان انا دلوقتي بقيت بروتكتد امتى؟ بعد 2 أسابيع من الجرعة الثانية في حالة فايزر وموديرنا، وبعد 2 أسابيع برضو في حالة جونسون اند جونسون. طب نيجي للجرعة المحفزة. الجرعة المحفزة بياخدها الاتي: الاكتر من 12 سنة في حالة فايزر، واللي اكتر من 18 سنة في حالة موديرنا او في حالة جونسون اند جونسون. طب امتى ناخدها؟ بعد 5 شهور من الجرعة التانية في فايزر او موديرنا، وبعد 2 شهر بس من جرعة جونسون جونسون، لأن جونسون جونسون جرعة واحدة. طبعا ممكن ناخد الجرعة المحفزة اللي هي الثالثة قبل كده، في حالة أي شخص بيعاني من أمراض نقص المناعة حتى في الأطفال،
بس طبعا لو كان الطفل عمره 5 سنوات، في حدود ال5 سنوات او اكتر قليلا، بياخد فايزر، لازم فايزر، فايزر هي الوحيده اللي بنديها في الاطفال. لكن ممكن ندي الجرعه المحفزه في حاله الناس اللي عندها نقص في المناعه، مش بعد 5 ل6 شهور او بعد شهرين زي جونسون جونسون، بعد 4 اسابيع فقط ممكن ناخدها. سؤال، هل ممكن هيكون في جرعه رابعه؟ ممكن، بس مش من المؤكد. اذا كان في جرعه رابعه، بعض الدول اللي ادت الجرعه الرابعه ادتها بعد 4 شهور. طيب بالنسبه للقاحي فايزر ولقاح موديرنا اللي هم بيسموها لقاحات مرسال الحمض النووي اللي هو ميسنجر ار ان اي، ده يمثل اختراق علمي غير مسبوق في التاريخ البشري، من حيث انها هي الاكثر فعاليه. 2، انتاجها ممكن يبقى سريع وبكثره شديده. 3، انه بتؤكد لنا انه لن يكون هناك وباء بدون لقاح. لو حدث لا قدر الله حدث وباء مستقبلي، فان لقاحات الحمض النووي مجرد ما نعرف الشفره الجينيه للفيروس هيمكن انتاج اللقاحات دي، مش بقى في سنه، حتى في اسابيع. وزي ما بنقول ان فايزر اعلنت انها هتعمل لقاح ضد المتحور اوميكرون في شهر مارس، سهله جدا. ومش كده وبس، لقاحات الحمض النووي مش بس سريعه جدا ويمكن انتاجها بوفره واكثر كفاءه، ده هتساعدنا في مقاومه السرطان. ده كانت النقطه الاولى. النقطه الثانيه، عاوز اتكلم على الاعراض. الناس بتخاف من اللقاحات لانها بتخاف من الاعراض. اولا عاوز اقول ان بعض الناس ما بيحصلش عندها اعراض على الاطلاق، البعض الاخر بيحصل عندهم اعراض. غالبا الاعراض دي بتحصل في اول، في الفيرست فيو دايز، اول بضعه ايام. لكن لحد امتى ممكن اعتبر ده عرب بسبب اللقاح؟ الاجابه لحد 6 اسابيع، بس غالبا في الايام الاولى. يمكن تقسيم الاعراض دي الى اعراض نادره، اعراض شائعه، اعراض حساسيه. نبتدي بالاعراض النادره. في يوجد عرضان مهمان يعني في الاعراض دي. في التهاب القلب، بيبقى التهاب في عضله القلب او في الغشاء التموري اللي هو محوط بعضله القلب، وده بيحصل مع لقاحات مرسال الحمض النووي اللي هو الميسنجر ار ان اي، اللي هو فايزر وموديرنا، دي نمره 1. نسبته 1:4، نفتح ودانا عشان ما نخافش، في كل 100,000 حاله. ثالثا، بيحصل غالبا بعد الجرعه الثانية، ويمكن الشفاء منه بسهولة. طيب تاني عرض نادر خطير اللي هو جلطات الأوردة. طيب ودي بتحصل فين؟ في عقار أسترازينيكا أساسا، وبعد الجرعة الأولى، ونسبته برضو ضئيلة جدا. كانوا بيقولوا يعني في 4 إلى 20 في المليون، يعني النهاردة في الدراسات الأكثر توثيقا بيقولوا 2.5 في كل 100,000. طيب دي اللي هي الاعراض النادره. نيجي بقى الاعراض الشائعه. الاعراض الشائعه ممكن يحصل لك اعراض في دراعك، وممكن اعراض في عموم الجسم. في الدراع بيحصل شويه وجع، الم، تورم، احمرار، وعلاجها سهل جدا، حط كمادات ميه ساقعه وحرك دراعك. طب في اعراض بقى في عموم الجسم بتشمل الاتي، بتشمل صداع، تعب، الم في العضلات، رعشه، ارتفاع في درجه الحراره، غثيان في النفس، وبرضه علاجها سهل جدا. هتاخد ايبوبروفين اللي هو الادفيل، ايبوبروفين، او تاخد الاسيتامينوفيلين اللي هو الباراسيتامول، او حتى اسبرين ومضادات الهستامين. واذا كان الحراره مرتفعه فبنعمل ايه؟ بنشرب ميه كتير زياده على الحاجات دي، وبنخفف من الملابس. طيب نيجي في اعراض الحساسيه بقى. اعراض الحساسيه دي بتحصل مع الجرعة الأولى طبعا، وممكن تحصل مع أي فاكسين. وفي هذه الحالة على فكرة ما ناخدش الجرعة الثانية من نفس نوع الفاكسين، ناخد جرعة ثانية بس من فاكسين آخر اللي هو غير اللي حصل معاه الحساسية. طيب بتحصل بعد 5 دقائق، 15 دقيقة في حدود، يعني 5 دقائق لحد 15 دقيقة من إعطاء الجرعة الأولى، دي حاجة، ونسبتها 11، نفتح ودنا عشان ما نخافش، في المليون، وبرضه يمكن الشفاء منها. طب السؤال، لما يجيني اعراض لل
اللقاحات استشير الطبيب امتى؟ لو الالم في الذراع زاد بعد 24 ساعة او لو الاعراض العامة سائت بعد عدة ايام. نيجي بقى النقطة الثالثة اللي هي اشهر 10 شائعات حول اللقاحات والحقيقة. هقول الشائعة والحقيقة. هنقول 10. الشائعة الاولى ان مكونات اللقاح خطيرة، دي الشائعة. طب الحقيقة ان مكونات اللقاحات موجودة في كثير من الأطعمة، يعني الإضافات على اللقاحات بيتم إضافتها على الأطعمة، وإحنا بناكل عادي خالص وبناكل أطعمة عليها إضافات وما يحصلش حاجة. دي أول إشاعة. تاني إشاعة إن أنا لو خدت الإصابة الوقاية بعد المرض بتبقى أقوى من الوقاية بعد اللقاح. هذا كلام خطأ، ده الشائعة. الحقيقة لا، الوقاية بعد اللقاح بتبقى أحسن. في العموم الوقاية بعد اللقاح ضعف الوقاية بعد الإصابة، وأقولها لك ليه؟ لأن أنت في الإصابة بتاخد جرعة غير محسوبة من الفيروس، بينما في اللقاح فكر معايا بنديك جرعة يعني محسوبة. نمرة اتنين، إن اللقاح مفيش خطر إن يحصل إصابة وأن تتفاقم الإصابة والإنسان يتوفاه الله، بينما هذا الخطر يعني موجود في حالة الإصابة. دي الشائعة التانية. الشائعة التالتة إن اللقاحات بتؤدي إلى زيادة المتحورات. الحقيقة العكس، إن اللقاحات بتمنع الإصابات وعليه بتمنع المتحورات، لأنه كلما زادت الإصابة انتشار العدوى كلما زادت فرصة المتحورات. في علاقة طردية بين معدل الإصابات ومعدل المتحورات. طب مين بيقلل معدل الإصابات وبالتالي يقلل معدل المتحورات؟ اللقاحات. الشائعة الرابعة ان مرسال الحمض النووي الماسنجر ار ان اي اللي هو فايزر وموديرنا دول ما يعتبروش فاكسين. لا، هم فاكسين بس مختلف في طريقه عمله. في كل الفاكسينات الثانيه احنا بنديك يا اما فيروس غير نشط يا جزء من فيروس يعني غير ضار يحفز اجهزه المناعه بتاعتك، انما فكره مرسال الحمض النووي فايزر وموديرنا مختلفه تماما. احنا بنديك حاجه تحفز خلايا جسمك انها تنتج جزء لا يضرك من الفيروس اللي هو الاشواك البروتينيه، وعليه يتحفز جهاز المناعه في انتاج الاجسام المضاده ضدها. يعني بنديك حاجه ملهاش اي علاقه بالفيروس تخلي جسمك ينتج جزء غير ضار من الفيروس اللي هو الاشواك البروتينيه التي تحفز بدورها جهاز المناعه. فهي مختلفه بس زي ما بقول هي الاكفى، هي الاسرع، ممكن انتاجها بوفره، وبتمثل اختراق علمي في ان لن يكون باذن الله هناك وباء بدون لقاح نقضي عليه في غضون اسابيع مش حتى في سنه، وانها تفيد في السرطانات. الشائعه الخامسه ان اللقاحات بتحتوي على مايكروشيبس وبتحتوي على حاجات ممغنطه ممكن وانت بتسافر في الطيارات او في اجهزه الامن دي يعني تعطي يعني انذار. هذا خطا. لا يوجد في اللقاحات أي معادن، ما فيش حاجة معدنية خالص موجودة في اللقاح، فلا فيها مايكروشيبس ولا فيها حاجات ماجنتيك. الإشاعة السادسة إن يعني لقاحات مرسال الحمض النووي اللي هو الماسنجر ان اي بتؤثر في الكود الوراثي اللي هو الدي ان اي. جاوبناها مرارا وبكرر تاني، الكود الوراثي اللي هو الدي ان اي موجود في نواة الخلية، دي الخلية ودي النواة، بينما مرسال الحمض النووي ما بيدخلش النواه خالص، بيبقى في الخليه، ملوش دعوه بالنواه عليه، ملوش اي علاقه بالكود الوراثي اللي هو الدي ان اي. الشائعه السابعه ان ممكن لما الواحد ياخد لقاح يجي له الكوفيد 19، يجي له مرض الكورونا. طبعا ده كلام خطا، لانه اللقاحات لا تحتوي اي فيروسات حيه او اجزاء ضاره من الفيروس حتى انها تصيبك بالمرض. الشائعه الثامنه ان بيقول لك ان اللقاحات بتسبب العقم وتسبب اضطراب في الدوره الشهريه في الستات. هذا خطا، ليست لها اي علاقه لا بالعقم ولا بالجهاز التناسلي على الاطلاق. الشائعه التاسعه انه لو الواحد خد لقاح وعمل المسحه الانفيه البي سي ار ممكن يطلع ايجابي. هذا خطا، لو خدت لقاح عمرك ما هتبقى ايجابي، اعمل المسحه وسافر عادي خالص، ده لن يؤثر، بالعكس يبقى عندك حمايه بسبب اللقاح.
الشائعه العاشره والاخيره انه اللقاحات مضره للحوامل ومضره للمرضعات ومضره حتى بالاطفال. الاجابه اولا ده بالعكس، اللقاحات بتمنع اصابه الحامل بالفيروس اللي هو ممكن تؤثر على الجنين، ده بالعكس تحمي الاجنه في الحامل ولا تاثير لها خالص على الطفل اللي بيرضع. وبالعكس اللقاحات مفيده جدا في الاطفال، وقلنا ابتدى لقاح فايزر بنديه للاطفال 5 سنوات فما اكثر عشان نحميهم، لان هم برضه عرضه للاصابه فاحنا خايفين عليهم وممكن يعدونا فاحنا عاوزين نقلل فرصه العدوى. دي النقطه الثالثه. النقطه الرابعه والاخيره ان عندي يعني 6 تنبيهات عامه، انه حتى بعد الاصابه، وده سؤال متكرر بيسالوني ناس كتير النهارده، سالوني 2، حتى بعد الاصابه لابد من ان انا اخد اللقاح. ليه؟ طيب ما انا اصبت، واللي احنا قلنا اولا ان الاصابه ما بتديش مناعه كامله، فاحنا بناخد اللقاح حتى بعد الاصابه لزياده المناعه بعد يعني حوالي 2 أسبوع من زوال الاعراض يعني، انها ممكن تاخد قبل كده او بعد كده، المهم لازم ناخد اللقاح بعد الاصابه لزياده المناعه. طيب الاصابه بقى دي نقطه مهمه جدا، ممكن تبقى الاصابه طفيفه جدا او ما فيش اعراض، ومع ذلك افتح ودنا قد تؤدي الى اثار طويله المدى. يعني الاصابه الاساسيه المبدئيه بسيطه بس في اثار طويله المدى. نيجي التنبيه الثالث، حتى بعد اخذ اللقاحات لابد من الماسك والتباعد الاجتماعي والابتعاد عن الاماكن المزدحمه والاجراءات الاحترازيه الصحيه. وبعيد تاني بقول ان اللقاحات بتقي الانسان اساسا، وطبعا بتقي الاخرين، انك انت ما تعدهمش، ما تعديش وما تعديش، لكن اللقاح اساسا بيقي الشخص اللي بياخده، بينما الماسك وعدها تاني بيقي اساسا الاخرين. واحنا لازم نبقى حريصين على الاخرين، لان قلنا ما استحق ان يولد من عاش لنفسه. طيب بالنسبه للقاح برضه بيقلل اولا من فرصه الاصابه، بيقلل من خطورة الإصابة إذا حصلت، ما تبقاش خطيرة وتدخل المستشفى ولا قدر الله يتوفاك الله، وبتقلل من انتشار العدوى، وعليه تقلل من المتحورات. الماسك زي ما بنعيدها تاني، الماسك يحمي الآخر، اللقاح يحميك أنت، واللقاح هام جدا. برضو سألني ناس يقولوا لي إن إحنا خدنا لقاحات وخدنا العدوى. يا جماعة أنا بنقول اللقاحات بتقي مش 100%. في لقاحات برسالة الحمض النووي اللي هي الأكثر كفاءة بتقي حاجة و90، لكن ستيل ممكن تاخد لقاح وتاخد الإصابة، ما مش بس هتاخدها خفيف، مش هتدخل المستشفى، مش هيتوفاك الله بإذن الله. وقلت اللقاح لا يمنع إنك أنت تلبس الماسك، لازم تلبس الماسك. التنبيه الخامس، إنه فايزر أعلنت إنها في مارس هتعمل لقاح خاص بمتحور الأوميكرون، وانه فايزر هو اللقاح اللي موجود وامن للاطفال ومجرب للاطفال اللي عندها 5 سنوات فيما اكثر. التنبيه السادس والاخير، طب لو انا شخص خدت لقاح كاملا وبعدين خالطت شخص مصاب، طب عاوز اعرف انا جات لي اصابه ولا لا، اعمل المسح الانفيه البي سي ار بعد قد ايه؟ بعد 5 ايام تعمل المسح الانفيه، مش قبل 5 ايام، وتقعد برضه انك ما انتش عارف لابس ماسك لمده 10 ايام. وفي النهايه اشكركم لحسن متابعتكم، والى ان القاكم مجددا في حلقه جديده من برنامج سعادتك وفي صحتك مع الدكتور ناجي، استودعكم الله وشكرا